نحن بلال منآمن أنه التعليم منه متكامل إذا ما بيتضمن كمان المهارات الحياتية اللي بيحتاجها التلميذ. لهالسبب ابتكرنا موديولز أو وحدات منسميها Co-Curricular Activities. هيدا المشروع بالشراكة مع GIZ ودعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ. كتير مهم نأكد على مفهوم Co ومش Extra-Curricular Activities، لأنه هالوحدات منا منفصلة عن المنهج، بل هن بكملوه وبرفقوه، وهن جزء كبير من التجربة التعلمية الشاملة. هالوحدات مصممين على شكل مشاريع متنوعة مثل البيئة، الفن، المسرح، الموسيقى، الوعي المالي، التربية المدنية، التواصل، STEM Science, Technology, Engineering and Maths وغيرها. خلينا نشوف إحدى وحدات البيئة، Food Miles مثلاً. كل وحدة بتبدأ بنشاط تمهيدي بيتضمن سؤال يثير فضول التلميذ، كيف؟ هون مثلاً منشوف إنه الست عم تسأل عن حق الشاورما، سعر عم يتحدد مش بالليرة اللبنانية بل بالمايلز. هيدا الشي بحير التلميذ وبخليه يسأل عن السبب. بآخر الموديول بيكتشف التبرير. بذات الوقت تيحسب وصمات الكربون، التلميذ رح يستعمل مهارات أخرى تعلمها بالمنهج الحساب، مثل تحويل الوحدات، قراءة الرسومات البيانية وغيرها. يلي بيميز الكوكريكولر اكتيفيتيز انه هن project based او قائمين على مشاريع. هيدا الشي بيتطلب توجيه الطلاب من قبل المعلمين. لهالسبب حضرنا دليل للمعلمين موجود على منصة للمدرس بيرشدهم على كيفية تطبيق هالمشاريع. خلينا نروح على منصة للمدرس. بقسم للمحتوى نختار How to use the co-curricular activities ومننقل وحدة يلي بتهمنا، منلاقي فيها طريقة تطبيقها بالتفصيل. للبيئة تبعنا منهجية الاستكشاف أو الـ 5 E's يلي مفسرة بكل خطواتها للمدرسين يلي حابين يستعملوها. مواضيع الأخرى عندها تطبيقات مناسبة لإلها. هل Co-Curricular Activities بتنمي مهارات القرن الواحد بالعشرين مثل تفكير النقدي، المواطنة، حل المشاكل وغيرها؟ هل Activities مش لازم نعتبرها ثانوية لأنها جزء رئيسي من البرنامج التربوي؟ نحن بلال منشدد على استعمالها.